السلام عليكم، مرحبا فيكم بالحلقة 11 من تقديم لعبة Resident Evil 4 Remake. بالحلقة اللي راحت ليون وآشلي انفصلوا عن بعض، وليون صار وراء فخ، وحين احنا نحتاج ان ننقذه ونلعب نكمل اللعبة ونلعب بآشلي. قربنا نوصل 1000 مشترك، فإذا ما انت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو، وبدون مقدمات زيادة خلونا نكمل. اوكي، مرحبا فيكم من جديد في حلقة جديدة من تختيم لعبة Resident Evil 4 Remake. الان احنا بنلعب بآشلي، بما ان ليان محاصر ورا فخ نحتاج ان ننقذه. صراحة مقارنة بالجزء الاصلي، اللعب بآشلي اطول وافضل بكثير. في اللعبة الأصلية تقدر تلعب آشلي جزء بسيط مرة، بس مرة قصير ومرة ممل صراحة، ما يخوف. هذا فيه يخوف شوي، كثير يخوف أصلا، لأن أنت ما عندك سلاح، ما تقدر تقاتل طبيعيا. هذا الفار بعدين نرجع نقتله بليون، بس الحين لازم نكمل بآشلي. طبعا فيها، انا ما اذكر ويش الرقم بالضبط، فمندور عليه. الطريق للضريح المخفي، يجب الاسلاف الراقدين على الوقت المختار. اذا كانت بركة السيد هي مبتغاة فتشجع ولا تهاب الظلام. اوكي، بوم، وصلنا هنا. أبغى آيتم عشان نفتح هذا الباب. افتح. طبعا هنا أو في مكان ثاني في باب سري. هنا نحتاج مفتاح. دقيقة قبل لا نحطه، يبغون نحطه. هذا بنزل لنا درج. وهذا بنزل لنا درج. نايس. A hidden staircase. It must lead to a secret room or something. Secret room. غرفة مخفية. نحتاج هذا المكعب، فنحتاج نجي هنا بليون بعدين، انه هو اللي عنده المكعب. بوم، مجموعة مفاتيح. طبعا البدلات شو اسمه تتحرك، فنقدر ان احنا، مرحبا، اتوقع نقدر ان نوقفهم اذا اشرنا عليهم النور. قبل نفتح هذا، ان هذا الايتم بس بيصير مع آشلي. لحظة، يمكن هذا في اجنحة؟ لا، هذا لا. نايس، زجاجة عطر واقي، ممتاز. الحين نبغى نرجع لحق الليفت. هلا والله. لحظة، هذا ريلاكس يا آشلي، الدنيا ما يحتاج تخافي كذا. You got this Ashley. علق
الليفت. لقد علق الليفت. اوكي نايس. الحين هذا اللي طلعنا لليون. ليون اكشن ار يو اوكي هانج اون ايل فيجر سمثينج اوت. اوكي بغينا نفتح هذا الباب عشان نلتقي بليون. تن تن تن. أنا لو أذكر الوقت على طول حطيته. نوقفه مرة ثانية. ترى. الحقني. دريم ما يحتاج. كده هربنا. نروح للساعة الثانية ونفتح ال Don't look back. Don't look back. نايس. بوم بوم بوم. Very 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 nice. وصلنا إلى هذا المكان إلى الضريح على قولتهم في قبر تحت. وننزل تحت تحت. أو هذا واحد أو اثنين. رجاء فتح وخلص. طبعا بعدين اذا رجعنا بيكونوا موجودين كما اذكر. المشكله اني خليتهم قريب الى الليفت. الحين يبغون نفتح الباب ندق هالاشياء او الاجراس الموجوده. انا ناسي وش العلامات. صقر غزال هذا ما ادري حصان البحر وافعى. طبعا كل ما دقيت كل ما وتع منهم احد. باقي لنا هذا بس. لا باقي لنا مو هذا. نايس. بس الحين كلهم بيكونوا بيهجموا علي. sit down boy. طبعا قبل شو اسمه هذا الكنز اذا خلصت مرحلة اشلي ما اقدر ترجع تاخده. هذا افعى ها هذا. نايس زمرد. هذا بعدين ايه شوف هذا في مهمة خاصة بعدين ليون بيرجع يقاتله مرة قوي هذا. اوكي الان مجرد ان الناس وايش يسوي نحط هذا هنا لو مو هنا هنا لأن ما نقدر نرجع نستخدمه of course. أنا ناسي إيش أسوي هنا. كل مصباح في علامة معينة. إيه خلينا نحط هذا. هذا دائرة. هذا الدائرة تشيل هذا. كيف ما اقدر احطه.
بدلة، هذا قمر، هذا يجي هنا. نايس. ثاني نبدل الاثنين هذولا وبار بابا بوم. خلينا اللغز صعب صح؟ بوم. نايس. اوكي. هذا الايتم اللي نحتاجه عشان ننقذ المعلم ليون. اركضي يا اشلي اركضي. طبعا الحين نحتاج ان نسوي زيجزاج ونهرب من الفرسان. خليها نستدرج. في واحد يميني بعد، كاني شفت واحد يميني. باي باي. بنرجع برجع مع ليون ومنكفخكم. نايس يا اشلي. بس مفروض الاثنين موجودين هنا. اوكي لو كان في واحد ثاني كان كنت بتورط انا. هروب يا اشلي هروب يا اشلي هروب يا اشلي. هروب هروب. نايس. بوم. نايس كده انقذنا ليون. ليون. اشلي. Are you all right? Yeah. Give me a sec. I'll get you out. Hey. Try this. Can you make it down? I can catch you. بس yes you think so. والله مو مهتم لرصاصك يا ليون، هذا قريب من قاتله. Ada. So, what's become of the Amber? من هو هذا يا ترى؟ ما نعرف صح؟ But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. Hello, Leon. Leon, changed your mind yet? Nash. Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Hey. Ada. Ada. الفصل العاشر. Perfect. Same as ever. All right. Time to get medieval on your asses.
اوتش. لحظة بس خلينا نقتل الاثنين دول. اوكي هذا نحتاج ان نروح وراه عشان نطلق على البلاقة من وراه. Easy. Yeah, that's right. Nice. إلى غرفة العرش. Okay, نسيت أنا الحشرات. وقت الحشرات الآن. طبعاً هذا مقفل. اوكي اوكي نقدر نسوي ما نقدر نسوي امو. اوكي تعالج بس لان مرة تعبانين. Nice magnum ammo. Very nice. Okay, first aid, nice. Very nice. هذا برج الساعة. بوم الآن مواجهة الحشرات تبدأ الآن. والله شكله فيه ما يخلصوا. بعد خلاص كده خلصنا. Don't play with me. اسمع صوت. لا ما خلصنا مو مشكلة. فين الصوت؟ طبعا يبغونا نفتح هذا. هذا يودينا غرفة العرش. اوكي هذا بعد شوف نايس. نتأكد ان ناخذ كل شيء.
Nice. Very, very nice. Very, very nice. هذا أول واحد. فتحنا نص البوابة. طبعا نقدر ننزل من هنا بس ما شيكت أنا داخل. نايس. وين صوت؟ نايس. كم ياقوت أزرق صار عندي؟ 6. اوكي ما رحنا من دي الجهة. توقع في واحد متربي هنا. اها. اوه اوكي، هذا الباب اللي المفروض احنا نجي منه. فتحنا الشورت كات. نايس. بوم. هذا قفل. وين الصوت؟ اوتش 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 اوتش. تعال من هنا انت. ناخذ هذا. مشكله. نايس. كده نصير خلصنا مفروض. ونفوز مذكره شعر سيري لو سمحتي. تعال. نايس. كده نصير بوم بوم بوم. خلصنا ونوصل غرفة العرش. There we effing go. My princess, huh? بابا بوم. نزل الجسر. إن الآن لحظة، هذه خلنا نسوي لها شورت هنا. هي هذه بتكون الشيء المهم عشان نفوز في هالمكان. اثنين منهم، واحد مدرع. Great. There's two of them.
Nice. لحظة لحظة انت. رحت اموت. ما مات اي احد منهم. اوكي شات جون دور الشات جون. اوف. ماما ميا. انكسر الجرس ها؟ اوتش. ما صار. اوف اوف. لا. نايس. اي مات هذا. نايس ماتوا كلهم. اي باقي يا بك الناس. خلاص عاد. نايس كده خلصنا. بعد معاناة فنقر فنقر قرن وحيد القرن. اوكي كده وصلنا الى غرفة العرش. أشلي. كانوا بيضحوا أو بيستخدموها كأضحية أو تضحية. اتوقع عطوها شيء يسرع نمو وتطور البلاقة داخلها. والله لا ليان كانت النهاية قريبة مرة ها. Hang in there, Ashley. I'm coming for you.
اوكي كنت بنهي الحلقة بس خلينا نواجه ال give up the ghost, huh? نواجه ال... اليد اليمنى حق سالازار اللي بيلحقنا. اي والله نحتاج حاجة, ما عندنا علاج تقريبا, عندنا 3 بس. Talk about sticking the landing. الحين بيكون في حشرات في الماي. ها؟ فيبغى علينا نمشي شوي شوي وبدون ما نسرع, بس لان انا ما اذكر المكان بالضبط. لو فتحت الخريطة يعني بشوف انا بالضبط وين اروح, بس يعني يبينوا من اوكي يبينوا من العواين. نايس يا قوت أزرق. الآن عندنا يمين ويسار عشان نوصل, ما تفرق معانا. بس احتياطا يعني يطلع لنا واحد هنا مفروض. يا حيوان وين راح؟ انا ما اتوقع في شيء مهم في الجهة الثانية. بس نتأكد. اوكي في يمين. ما شاء الله one bullet. اوكي ملاحظة تجين مات شخص اخر. اوكي نايس. هذا اتوقع تاج كبير, 5 قطع. يس اوكي هذه فرصتنا ان نجيب ال 2.0. نحتاج الاصفر, الاصفر ما عندنا اصفر. فاخضر احمر ازرق والبنفسجي نحتاج. اوكي عشان ان نبيع هذا. نايس يلو هيرب جدا ممتاز. اوف لحظة, كأني شفت كنز انا هنا, او اخذته هذا الكنز اللي اعتبر. اوكي اللي يعرف يعرف هالمكان مكان واجهة يد سالازار اليمنى, وكانت مر يعني مكان يخوف, صعب. هو طبعا في صعوبة يعني بنخسر امو, وانا ما ادري متهير اخلي الماجنوم حق سالازار او اني استخدم على هذا. Okay, here we go.
اوكي اعطوني ماجنم هذا شيء كويس. الحين لو شفنا الماجنم عندنا 17 طلقة. These people are not. Okay, here we go. Oh boy. طبعا احنا نقدر لو بغينا ناخذ الجرينيد لانشر وبوم وضربة واحدة ويموت، بس مو ممتع الشيء، لازم نقاتله حقيقي. اوكي هذا الباب انفتح. بعدين نحتاج ان نجي هنا، هذا مقفل. مو مشكلة. بس بوم بوم والاخ بيكون ميت، بس اتوقع بياخذ شوي لانه قوي. اوه نسيت، اوكي. نسيت هالشي. Try again, boy. عندنا هذا اظن نستخدمه. والله شكلي انا بجهز الماجنوم، بعطيه كم ماجنوم. اوكي اهرب. يس اوكي الماجنم اللي استخدمته يكفي، ما بستخدم زياده. اوكي هير وي جو. بوم الاليفيتر. واتس يور موف؟ ممكن انت وراي رحت فيها. نفتح دقيقة نروح هنا. نايس. يلا هرب. وين راح؟ ايه خلينا ناخذ الاغراض اللي هنا. صدقني ضغطت ايه، بس اللعبة الغبية قالت نو. هرب هرب هرب. نروح للغاز الموجود هنا. I think you need a
chill out. زي ما قلت لكم بياخذ يعني رصاص مو طبيعي. اوتش. يا ابن الذين. يا من الجهة المقابلة. قول لي هذا شغال. افا مو شغال. اوتش. نايس. كان هذا اشتغل؟ لا والله ما اشتغل. نايس. هذا اشتغل. تعال. نايس. نظارة أحادية العدسة الذهبية. نايس. That was nice. كويس صراحة. ما استخدمنا الماجنوم. استخدم كم واحد كم طلقه كم رصاصه يعني. نايس. اورايت خلصنا اخيرا. ليون. Your suffering can end, just as it has for our newest daughter. Who has joined us in communion, and now she is of our flesh, of our blood. My faithful disciple will show her the path. Go now. Deliver to these vagrant children their salvation. As you wish. Krauser. Hey, Lewis. Long time no see. Okay, وصلنا إلى نهاية الحلقة 11 من تختيم Resident Evil 4 Remake. أتمنى إن الفيديو عجبكم تحطوا لايك، وبما أننا قربنا على 1000 مشترك فلا تبخل علينا باشتراكك، وإن شاء الله بنشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة.